الخلفية من الجهة الخلفية كثير كنا لم نقرأ ولم نكتب ولم نتعلم لنا القراءة ولا الكتابة، وبفضل الأستاذة آمنة علمنا نحن القراءة والكتابة. دفعني إلى هذا إلى هذه التعليم هو ارتفاع نسبة الجهل في هذه القرية، وهي قرية المحب، وحرمان أطفالها من فرصة التعليم المنير، ونعاني من ضعف المكان وصغره، والمكان غير مهيأ للتعليم، والتضرر من الشمس والجو الحار. أنا والد 3 طلاب يدرسوا عند الأستاذة آمنة في هذه القرية، قرية المتينة بن المحب، وقد تعلموا على يديها من الصف الأول إلى الصف الرابع، والحمد لله قد جاهدت الأستاذة من أجل تعليمهم ومن أجل أن تبني هذا التعليم.